بمناسبة اليوم الوطني للباتيك، أحيت السفارة الأندونيسية بدمشق نشاطاً ثقافياً في المركز الثقافي بمنطقة أبو رمانة، تضمن معرضاً حمل عنوان قصة أندونيسيا في الألوان والرسوم، وذلك للتعريف بالتراث الأندونيسي. باتيك is a product, traditional product of Indonesia for clothes. الباتيك هو القماش التقليدي لإندونيسيا، ولكن هو ليس فقط قماش تقليدي لإندونيسيا، إنما أصبح الباتيك هوية لإندونيسيا، وليس فقط هوية أيضا، إنما هو محرك للاقتصاد والسياحة والثقافة في إندونيسيا. الباتيك يعبر عن مدى دقة الإنسان الإندونيسي في صنع هذا النوع من الحرف اليدوية. يوجد حرفة دقيقة في عمله. السيد السفير يدعوكم للقدوم إلى معرض الباتيك، أهلا وسهلا، يدعوكم لاستكشاف جزء بسيط من إندونيسيا، فأهلا وسهلا بكم. إندونيسيا تمتلك أهمية خاصة كدولة من أهم دول شرق آسيا، وسوريا أيضا تمتلك أهمية خاصة كونها في وسط العالم، وبالتالي هذا التمازج الثقافي والتربوي يفتح الأبواب واسعة للعلاقات الجيدة بين البلدين، إضافة إلى أن هناك ثقافة وتراث كبير جدا في إندونيسيا يماثل ويقارب التراث والثقافة السورية، وبالتالي تمازج الثقافات يوحد هذه الشعوب ويعرف هذه الشعوب على بعض البعض. المعرض سمي بالباتيك، وهو نوع من القماش الأندونيسي المصنوع يدويا بطريقة الرسم على القماش. العلاقات الأندونيسية السورية هي علاقات قديمة وعميقة، ليست فقط سياسية ولكنها كانت اقتصادية، تعليمية، ثقافية، مجتمعية. أندونيسيا لم تغلق أبوابها أبدا خلال الحرب الجائرة على سوريا خلال 10 سنوات، ما زالت مستمرة كان بالفعاليات بالأنشطة. طبعا هذه الفعالية الثالثة بالتعاون معهم في مركز ثقافي أبو رمانة، وكل فعالية مهمة ولها خصوصية. أنا تبعت دورة اللغة الأندونيسية بال 2021، وانطباعي عن هاللغة كان كتير ممتع. هي لغة فعلا ممتعة، فيها مفردات بتتراوح بين السهلة والصعبة، بس فعلا هي ممتعة وبسيطة كمان. الحلو فيها هي بهي الدورة كان هو التعرف على كادر السفارة الدبلوماسية والدبلوماسيين الموجودين بالسفارة الأندونيسية. المعرض قدم لمحة عن العادات والتراث في أندونيسيا للشعب السوري في محاولة لمقاربة الحياة الثقافية وتسهيل التبادل الدراسي والتعليمي.